سي رضوان، اشنو تبغي تقول للشابات والشباب اللي عندهم نفس الهوايه ديالك ديال الطبخ وباغين حتى هما يوصلوا ولكن لاقيين صعوبات وكيخافوا انهم يفشلوا؟ شنو الرساله اللي تبغي تقول لهم وشنو النصائح اللي تبغي تقدم لهم باش يوصلوا للهدف ديالهم؟ الرساله لهم والنصائح هو انهم اللي عنده شي حلم يتثبت به، لان الاحلام راه ما الا ما تثبتيش بها وكابتي من اجلها ما غاديش توصل، وبالخصوص هذا المجال هذا يعني تتلقاو صعوبات في الاول، ولكن الحمد لله انا كننصح كل الشباب اللي بداو اللي مشاو حتى خطوه في هذا المجال ما يتراجعوش للوراء، يستمروا يكتفوا من التكوينات من التدريب، يحصلوا على دبلوماتهم ويحاولوا يدخلوا في السوق الشغل باش انهم ياخذوا تجربه، وان شاء الله كينتظرهم مستقبل زاهر باذن الله. ان شاء الله. تبارك الله عليك سي رضوان رحال، كنقدموا لك الشكر.